المنجز الأول، حيث يعد المسار الرياضي أحد المشاريع الأربع الكبرى لمدينة الرياض، والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، حيث أطلق المشروع في 19 من شهر مارس لعام 2019، وذلك للمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. ويمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلومترا ليربط بين وادي حنيفة غربي مدينة الرياض ووادي إسلي شرقها، وعبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ويضم المسار أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها 90 كيلو متر من مسارات الدراجات للهواة و135 كيلو متر من مسارات الدراجات للمحترفين، بالإضافة إلى 103 كيلو متر من مسارات الخيول وممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على امتداد هذا المسار، وذلك بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يتألف هذا المشروع من 9 مكونات رئيسية، هي منطقة وادي حنيفة، منطقة الفنون، منطقة اليسن، المنطقة الترفيهية، المنطقة الرياضية، والبرج الرياضي، والمنطقة البيئية، ومنطقة وادي إسلي، بالإضافة إلى منطقة منتزه الكثبان الرملية. أيضا مشاهدي الكرام، أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم الخميس الماضي عن إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ويعد الكود العمراني للمسار الرياضي هو امتداد لمبادئ العمارة السلمانية التي تشكلت برصد الجهود والتوجهات الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله، وهي معتمدة على الأصالة والحداثة معا، وتضمن رفع جودة التصميم الحضري، وذلك بالتوازي مع إبراز الهوية المعمارية المحلية. أيضا مشاهدي الكرام، من مميزات هذا الطراز حيويته ومرونته وعدم ثباته بعناصر ومفردات محددة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يتضمن النسخ الحرفي لمفردات عمرانية قديمة وفرضها على مشاريع جديدة، بل يترك الحرية للمعماري والمخطط بالانطلاق لمفردات وعناصر جديدة ومبتكرة تستلهم بل وتحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة. طبعا هذا الكود مشاهدي الكرام هو يهدف حقيقة إلى تحقيق بيئة حضرية مستدامة تعزز من جودة الحياة، وذلك من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وضوابط مواقف السيارات ولوحات المحلات التجارية والضوابط البيئية. هذا سيوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات الاستثمار والتطوير العقاري وفقا لأفضل المعايير. أيضا مشاهدي الكرام، تتمثل أهمية إطلاق الكود العمراني بوصفه لائحة تنظيمية توفر معايير للتصميم الهندسي ودليل مرجعي لجميع ملاك العقارات التجارية والسكنية الحاليين والمحتملين وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يسهم في توفير أنماط عمرانية تتناغم مع المسار الرياضي بكافة مساراته المتنوعة للمشاة والدراجات والخيل، بحيث تشكل بيئة عصرية ومستدامة لسكان وزوار مدينة الرياض. طيب، اليوم مشاهدي الكرام نحن نسعد حقيقة ونسعد كثيرا أن يكون معنا في برنامج المجد للوطن للحديث أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا بل ويشرفنا أن ينضم معنا عبر الاتصال المرئي سعادة الدكتور وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. حياك الله معنا دكتور وليد في المجد للوطن. الله يحييك، وهذه الساعة المباركة اللي نلتقي فيكم في القناة. حياك الله، وحقيقة سعيدين أنه يعني نستضيف سعادتك في هذا البرنامج للحديث حول هذا الموضوع اللي يعتبر حقيقة ذا أهمية كبيرة جدا، وأيضا يساعد في المفهوم الجديد، مفهوم أنسنة المدن
والتي تسعى رؤية المملكة 2030 بإذن الله من خلال برامجها وخططها إلى تعزيز هذا المفهوم وتطبيقه على كافة المدن في المملكة. طيب خليني بداية دكتور وليد، ممكن يتبادر إلى الذهن مباشرة، إحنا سمعنا عن إطلاق كود المسار الرياضي، طيب يتبادر إلى الذهن مباشرة إيش معنى كود أصلاً؟ نعم، شكرا لك. يعني في الحقيقة أنت يمكن أسهبت في شرح يمكن الكود العمراني بشكل عام، وتكلمت حتى عن تفاصيل المسار الرياضي. نعم. يعني جملة في الحقيقة مفيدة جدا يعني للمشاهد، وأنا أعتقد أن هذه معلومة يعني عمرانية إن شاء الله راح تكون يعني إضافة يعني جميلة جدا للمشاهد. جميل. الكود يعني بشكل عام زي ما تفضلت هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات العمرانية اللي تساعد على تكوين منتج عمراني ينسجم مع احتياجات الإنسان ويحقق الكفاءة الوظيفية. فهو في الحقيقة هدف الكود بشكل عام، الكود سواء كان مثلا زي كود وادي حنيفة، زي كود المسار الرياضي، زي جميع الأكواد، يعني حتى كود البناء، هو هدفه ضمان جودة المنتج المقدم. المشاريع الكبرى بالذات، يعني لما نعمل مشروع كبير على مستوى ضخم جدا يعني زي مشروع المسار الرياضي، على أساس نضمن الجودة ونضمن أن المنتج العمراني يتكيف مع احتياجات الإنسان ويحقق درجات عالية من الرضا والجانب الترفيهي والترويحي، لابد يكون هناك في كود عمراني. جميل. يعطي المصمم والمعماري ويعطي حتى المخطط مساحة واسعة من الاختيار الخاص بالتصميم. يعني الكود مثلا يحدد نوعية الأشكال، أشكال الواجهات على سبيل المثال، نوعية حتى الأشجار المستخدمة، التبليطات، تبليطات المشاة، نوعية حتى مثلا الارتفاعات الخاصة بالمباني، العلاقات ما بين المباني، كلها الكود العمراني يحددها، فيعطي فرصة للمصمم أو المطور العقاري أو حتى المخطط أنه يقدر يشتغل وفق هذا الإطار. وهم وضعوا الإطار اللي هو العمارة السلمانية اللي هو كضابط لضمان جودة هذا المنتج العمراني. ممتاز، ممتاز جدا. طيب اليوم دكتور وليد، وأنت رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، إذا نبغى نتحدث عن يعني أهمية إطلاق كود المسار الرياضي، وخصوصاً أنه اليوم إحنا نتكلم عن برامج عديدة تطلقها المملكة من أجل تعزيز مفهوم أنسنة المدن، من أجل تعزيز مفهوم الرياضة والعمل الرياضي، وتعزيز ورفع نسبة الأشخاص الممارسين للرياضة في المملكة العربية السعودية. هو يأتي الكود ضمن جملة، يعني جملة من المشاريع وحزمة من المشاريع اللي تتعمل الآن في المدن، وخاصة الآن مدينة الرياض، منها مشروع حديقة الملك سلمان، منها مشروع وادي حنيفة، مشاريع الرياض الكبرى، ومنها أيضا مشروع المسار الرياضي. فجملة المشاريع هذا هو تأتي وفقا لإطار عام، وهو إطار الرؤية الوطنية اللي يركز على ثلاث مبادئ الأساسية: الوطن، وأيضا المجتمع، وأيضا الاقتصاد. فلو ننظر إلى كل هذه الثلاث محاور نجدها فعلا هي مطبقة في جميع هذه المشاريع المنتجة. يعني لما نمسك الآن المسار الرياضي نجد أنه فعلا هو يعزز العلاقات الاجتماعية، هو ليس مجرد مسار رياضي بحت، لا، هو مسار ترويحي، مسار ترفيهي، مسار رياضي، في مسارات للدراجات، في حتى يعني نقلة نوعية تغيير يعني المجتمع السعودي. نعرف أن الآن كثير من المعدلات السمنة الآن زائدة، يمكن آخر إحصائيات تشير إلى أنه 35% يمكن عندهم معدلات سمنة عالية. فهنا جودة الحياة هذه وتغييرها مهم جدا أنها تتغير حتى تتكيف في مسألة بناء الإنسان. فهنا كل المشاريع هذه في الحقيقة هدفها واحد، وهو بناء الإنسان وبناء الأوطان. فالمفردات هذه كلها حنلاقيها موجودة، بناء العلاقات الاجتماعية موجودة في المسار الرياضي من حيث الفراغات والساحات اللي موجودة على طول مسار هذا المسار الرياضي. أيضا مسألة الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي مهم. جميل. المسار هذا أنا متأكد أنه سوف يحفز الاستثمار، سوف يأتي بنوع من حتى من فرص العمل الجديدة للمجتمع السعودي في مدينة الرياض وحتى المدن المجاورة.
وأيضا الجانب الوطني، تعزيز ثقافة الهوية الوطنية. اليوم إحنا لما نعمل منتج عمراني لابد أن إحنا نضع فيه مفردات تعزز الانتماء الوطني، مأخوذة مثلا من التراث العمراني، مأخوذة من هوية الوطن من خلال الساحات والفراغات العمرانية. فلو نظرنا إلى جميل. الكود بشكل عام نجد أنه يحافظ على هذه المفردات ويضع الإطار العام هو الرؤية الوطنية وبرامجها، ومن ضمنها برنامج يعني جودة الحياة. صحيح. طيب دكتور، إذا أردنا أنه نتحدث عن اليوم المسار الرياضي، وسيقدم العديد من الخدمات، وسيصبح أيضا هناك في العديد من المسارات لمختلف الرياضات. إذا أردت حقيقة السؤال عن أنه ماذا سيقدمه يعني كود المسار الرياضي للمستثمرين والمطورين العقاريين بشكل عام؟ نعم، هو المسار الرياضي يعني يمكن خصص يعني حسب القراءات اللي شفناها يمكن 2 مليون متر مربع للمطورين العقاريين او للاستثمار، صحيح. لفرص الاستثمار. فجوانب الاستثمار هي حتكون في الوظائف اللي لها علاقة في المسار الرياضي، يعني الجانب الثقافي، الجانب الترويحي، الجانب الترفيهي، الجانب الرياضي، جانب مثلا المتعلق بالمسارح. يعني هو ليس مسار فقط رياضي بحت، وإنما جانب الثقافي أيضا موجود في هذا المسار. فالفرص الاستثمارية حتكون موجودة، وأنا أعتقد أن طول المسار نفسه هو أيضا يعني يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى العالم، المشاريع الترويحية. يعني لو لاحظنا أنه يخترق المدينة بالكامل من جهة الغرب إلى جهة الشرق بطول 135 كيلومتر، وبالتالي يحتوي على مجموعة من الأنشطة صحيح. تخدم مدينة الرياض وتخدم المحيط وتخدم حتى المدن المجاورة وحتى يعني المدن القريبة من مدينة الرياض. فهو مشروع حتى سياحي، أنا أتصور أنه سوف يجذب حتى سكان من خارج مدينة الرياض. يعني هو لن يخدم فقط 8 مليون نسمة اللي في مدينة الرياض، بل أكيد. سوف يخدم سكان مدينة الرياض أو سكان المناطق المجاورة، خصوصا في المواسم السياحية. سوف يكون عبارة عن رئة ومتنفس كبير لسكان مدينة الرياض أو منطقة صحيح. الرياض، اللي سوف يتكامل حتى مع مسألة حديقة الملك سلمان، صحيح. وأيضا مشاريع الرياض الكبرى. كلها أنا أتصور هي حتتكامل وحتى تؤثر أيضا إيجابيا على المشاريع الأخرى. يعني إحنا لو قلنا المسار نفسه كمسار فيه له كود معين، ولكن أنا أتصور أنه حتى سوف يؤثر على المحيط العمراني بالفعل صحيح. للمناطق السكنية المجاورة وعلى مستوى المدينة. فإذا هو ليس مجرد مشروع عادي، وإنما يحقق الكفاءة ويحقق أيضا درجة عالية من الجودة، ويحقق أيضا الاستثمار زي ما تفضلت أنه هو الريفينيو أو العوائد الاقتصادية من خلال المشاريع اللي الاستثمارية اللي حتكون جميل في المشروع. جميل جميل. طيب أكيد نفس ما تفضلت دكتور، حقيقة هو سيصبح يا أيضا رابط اجتماعي، لأنه يمر بالكثير من الأحياء في المملكة، أو عفوا يمر بالكثير من الأحياء في الرياض، فلذلك سيصبح يعني شريان يوزع الـ أو يتوزع ما بين الأحياء اللي في منطقة الرياض، وسيصبح حقيقة يخدم كل سكان الأحياء في هذه المناطق. طيب دكتور إذا سمحت لي، سمعنا حقيقة يعني في أثناء إطلاق هذا المشروع أنه هذا المشروع وهذا الكود سيتميز بالعمارة السلمانية، ما المقصود بالعمارة السلمانية؟ نعم، العمارة السلمانية طبعا هذا مصطلح يمكن تردد كثيرا في الأوساط، كان معروفه في الأوساط الأكاديمية والأوساط البحثية والعمرانيين بشكل عام في الجامعات السعودية، ولكنه يمكن العامة ما يعرفوا هذا المصطلح. هو مصطلح يمكن أوج ظهوره كان في عام 1420 في المؤتمر أو في الملتقى التاسع للجمعية السعودية لعلوم العمران، اللي أنا أعتبره زي الوثيقة التاريخية اللي كرست مفهوم الجهود اللي أنا ممكن أسميها الجهود السلمانية في العمران. الملك سلمان حفظه الله كان أمير لمدينة الرياض لعقود من الزمان، وتعامل مع الثلاث مستويات الأساسية اللي هي التخطيط العمراني، تخطيط مدينة الرياض، التحديات اللي واجهتها مدينة الرياض، تحديات النمو وتحديات الطلب على الخدمات والإسكان والمرافق والبنية التحتية، وأيضا التصميم العمراني والمشاريع النوعية اللي كانت في مدينة الرياض، منها مثلا حي السفارات، منها أيضا مشروع وادي حنيفة وغيرها من المشاريع المهمة، نزولا حتى على المستوى المعماري من خلال المشاريع النوعية
اللي موجودة في مدينة الرياض. فأنا يمكن كقارئ لمفهوم العمارة السلمانية، يمكن كمتخصص في التخطيط العمراني، أستطيع فهم العمارة السلمانية على أنها مجموعة من التوجيهات أو المبادئ أو النظم أو المثل أو القيم اللي ممكن استخلاصها من التجربة السلمانية في العمران على مستوى مدينة الرياض، أو ممكن استلهامها من التجربة السلمانية. وهذه المبادئ تعتمد يمكن على أسس كثيرة، منها الأصالة، ومنها على سبيل المثال بناء الإنسان، بناء الإنسان وبناء الأوطان. بناء الإنسان اللي يمكن له فرعين أساسيين، البناء الجسدي والبناء النفسي. وهذه ملخصها يعني ببساطة، أن العمارة هي ليست مجرد جانب مادي ملموس، وإنما هو عمارة أو عمران الإنسان وعمران الأوطان. وبالتالي الكود لو لاحظناه يؤكد على هذا الجانب. العمارة السلمانية يعني يؤكد على مسألة البناء الجسدي للإنسان من خلال ممارسة الرياضة، من خلال البناء حتى العقلي والنفسي للإنسان، من خلال وجود الأنشطة الثقافية والترفيهية وخلافه. ومنها أيضا البناء الأوطان من خلال المفردات المعمارية أو العمرانية اللي ممكن نضعها في الكود لكي تعزز جانب الانتماء الوطني والهوية الوطنية. فهذا هو باختصار مفهوم العمارة السلمانية أو العمارة السلمانية. نعم صحيح. طيب دكتور، ممكن أنه يعني نتساءل عن موضوع الفلل السكنية وكذلك المناطق الترفيهية في هذا المسار بناء على الكود، بالتأكيد أنه سيكون لها طابع معين. إيش ممكن نقول أنه يعني كيف بيكون طابعها يعني إذا أردنا أن نتخيله؟ نعم، هو أنا أتصور أن الكود هو لن يكون فقط محصور على المنطقة. صحيح أنه هو الكود يشمل المنطقة المسار نفسه، ولكن إحنا في حاجة اسمها التأثير المحيطي للمشاريع. يعني أي مشروع حتى لو كان صغير له أثر على المحيط العمراني، فما بالك لو كان مشروع كبير وضخم ومشروع إحنا نسميه مشروع إقليمي. هذا يعني ليس فقط مشروع على مستوى مدينة، ولكن آثاره تمتد حتى على مستوى الإقليم، إقليم الرياض بشكل كامل. فتأثير هذا المشروع حيكون من وجهة نظري على نطاقين: النطاق المباشر بمعنى الأحياء السكنية المحاذية للمشروع نفسه سوف تتأثر إيجابيا بالتأكيد من خلال أهم يعني مؤثر اللي هو الوصولية ورفع الكفاءة. يعني كل الأحياء المجاورة لهذه المسار سوف ترتفع كفاءتها، سوف ترتفع مسألة الوصولية، سوف يتمكن المواطن من الوصول إلى مسار رياضي ضخم خلال مدة يمكن لا تتجاوز 5 دقائق، وهذا يحقق أهداف برنامج جودة الحياة. وعلى المستوى المدينة أنه سوف يحقق برضو زيادة الوصولية للخدمات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية على مستوى المدينة، وبالتالي يحقق اللي هو البناء الصحي أو البناء الجسدي للإنسان. وأيضا حتى التأثير على مستوى الوطني بشكل عام، من حيث أنه سوف يكون وجهة سياحية لمدينة الرياض يقصدها كافة السكان من شتى أنحاء المدن السعودية. صحيح. طيب دكتور، بختم معك بسؤال أخير حقيقة. إيش أهمية أنه يصبح هناك توحيد للشكل بشكل عام؟ يعني اليوم احنا نتكلم عن الفلل السكنية، نتكلم عن المناطق الاستثمارية، عن أماكن الراحة، سيكون لها هوية واحدة. أنت أستاذ رئيس قسم التخطيط العمراني، أكيد أنكم ترون لهذا أهمية. ما مدى أهمية هذا في أنه يصبح هناك توحيد كامل لما يتعلق بالطراز العمراني؟ أنا ما أتصور أنه حيكون في توحيد كامل على كافة المسار. يعني لما نقرأ الكود نفسه بشكل عام، هم قالوا أنهم يعطوا الحرية للمصمم أو المخطط أو المعماري أنه يشتغل، ولكن وفق نظام أو وفق إطار عام اللي هو العمارة السلمانية. فهو حيعطيك مجال على مستوى شكل الواجهات، الشكل العمراني، ولكن أهمية أنك تستوحيها من المجتمع السعودي، بحيث تكون تعكس ثقافة المجتمع، تعكس هوية المجتمع. لا يمنع أن يكون الكود نفسه له مناطق مختلفة، هو مجزأ إلى مناطق مختلفة، قد تكون كل منطقة لها يعني طابع معين يعكس هويتها. اليوم احنا ما نقدر نعمل طراز عمراني لا يعكس الوظيفة، من المهم ان الطراز العمراني نفسه يعكس الوظيفة. فلما نتكلم عن مسار مثلا رياضي او على سبيل المثال ثقافي أو اجتماعي، لابد أن يعكس وظيفته من خلال التصميم العام، ويعكس أيضا هوية البلد أو هوية المجتمع.
والحمد لله يعني الآن البلد ولله الحمد فيها يعني من الثقافة الشيء الكثير اللي صحيح. يمكن حتى غير السعوديين الأجانب يأتوا إلى البلد لكي يستمتعوا بثقافة هذا البلد ويزوروا حتى المناطق التاريخية اللي هي تعتبر شاهد للثقافة العمرانية في المملكة العربية السعودية، فهذه لابد من تصديرها حتى على مستوى العالم اللي هي الثقافة العمرانية. جميل جميل دكتور، حقيقة يعني المشروع حقيقة يعني يمتاز بالكثير من المميزات، وأيضا سيحقق بإذن الله نقلة كبيرة فيما يتعلق بالرياض وفيما يتعلق كذلك باستقبال فرص الاستثمار واستقبال السياح من أجل هذا المشروع الكبير حقيقة. وإحنا شاهدنا حقيقة خلال اليومين الماضية يعني الكثير من المقاطع اللي انتشرت في عبر الحسابات الرسمية للمسار الرياضي، فبإذن الله سبحانه وتعالى أنه سيحقق الكثير من الفائدة للرياض وللمملكة بشكل عام بإذن الله سبحانه وتعالى. الدكتور وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، شكرا لك عن كنت ضيفا معنا في المجد الوطني دكتور. شكرا شكرا، حياكم الله. إذا حقيقة مشاهدي الكرام منجز رائع، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنه خلال السنوات القادمة نرصد معكم ومن خلال برنامج المجد الوطن مراحل تطور هذا المشروع. مشاهدي الكرام